ولكن عندما يقضي العام العمل يعطى الأجرة فكذلك إذا أكملوا الصيام والقيام أعطاهم الله أجرهم وعمت مغفرته للمؤمنين إلا أربعة أصناف من المسلمين لا غفران لهم حتى في رمضان فاحذر أن تكون واحدا منهم أو يكون في بيتك واحد منهم عاق الوالدين وقاطع الرحم وشارب الخمر والمسكرات والمشاحن الذي في قلبه شحنة لمسلم دلت الأحاديث الكريمة أن هؤلاء الأربعة لا يغفر لهم حتى في رمضان وويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فيه فمتى ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له لا يغفر لمسر على شرب خمر ولا لعاق للوالدين ولا لقاطع لأحد من أرحامه ولا مشاحم في قلب شحنة على مؤمن طهر نفسك خذ نصيبك من رمضان خير لك قبل أن يخرج فتفوتك الفرصة ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له